فقرة أخرى فضيلة الشيخ يقول أيضا أسأل عن القول الراجح في وصول الأعمال التعبدية إلى الميت، وما هي الأشياء التي تصله؟ الأصل أن عمل الإنسان له، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولا تجزون إلا بما كنتم تعملون، هذا هو الأصل. ويستثنى من ذلك ما ورد الدليل لأنه يصل إلى الميت من عمل غيره، مثل الأضحية عن الميت، مثل الصدقة عن الميت، مثل الدعاء للميت، مثل الحج والعمرة عن الميت. فما ورد به الدليل أنه يصل إلى الميت إنه يقتصر عليه، وما لم يرد به دليل فالأصل أنه لعامله، خاص بمن عمله ولا يهديه لغيره.